بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الأمسية الرمضانية، ونحن نتحدث عن ليالي رمضان وعن هذه العبادات وهذه الأشهر المباركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنجاة العبد. شهر رمضان هو شهر المغفرة، شهر رمضان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتقى المنبر فقال آمين، فقيل له: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين. قال: نعم. قلت: قيل لي أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. شهر رمضان الذي يدرك هذا الشهر وينتهي هذا الشهر ولا يغفر له فقد خسر خسرانا عظيما. شهر رمضان هو الشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى في صيامه مغفرة للذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن أدرك الصيام فصامه إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله جل وعلا، إيمانا أي أنه يعمل هذا العمل تصديقا لأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر على الله جل وعلا، لا لأجل أن يقال أنه صائم ولا لأن يقال عنه أنه تقي، ولكن ليحتسب أجر الصيام عند الله جل وعلا. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من لم يدركه الصيام بمغفرة الذنوب فقد جعل الله سبحانه وتعالى له في القيام مغفرة للذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يدرك العبد صلاة التراويح مع الإمام تعتبر قياما له، يصلي ركعتين في السحر في وقت السحور، يصلي ركعتين لله جل وعلا، يصلي ما شاء الله أن يصلي، ويجعلها إيمانا واحتسابا لله جل وعلا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. من يتحرى ليلة القدر ويدرك ليلة القدر يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا في رمضان. كذلك في باقي الأيام، هو في كل يوم لكل عبد، وفي أيام رمضان هناك مواطن جعلها الله سبحانه وتعالى مواطن مغفرة للذنوب، وحري بالمؤمن أن يتعلم هذه المواطن وأن يقبل عليها استغفارا وإنابة لله جل وعلا، توبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، ليستذكر قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تقنطوا من رحمة الله، لكم رب غفور ولكم رب رحيم، فالجأوا إلى ذلك الرب العظيم وتوبوا إليه من كل ذنب واستغفروه من كل ذنب، وستجدون الله جل وعلا غفورا رحيما. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما مضى منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيت بقراب الدنيا وبقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما تقدم من ذنبك ولا أبالي. الله غفور، الله رحيم، ولكن بحاجة إلى أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نعود إلى الله
مستشعرين ومعترفين بالذنوب التي أذنبناها، مستشعرين ومتيقنين من أن الله يغفر الذنوب جميعا، أن نكثر من قوله من قولنا ومناجاتنا لله سبحانه وتعالى كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء أي أعترف، فنناجي الله سبحانه وتعالى ونقول: يا رب، نحن نبوء إليك ونعترف إليك بنعمك علينا، نعترف إليك بما رزقتنا ووهبتنا، نعترف بذنوبنا وخطايانا التي اقترفناها بسبب أنفسنا وبسبب ضعف أنفسنا وقوة شيطاننا، فنلتجئ إليك يا رب وأنت تغفر الذنوب جميعا. نتحرى مواطن المغفرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إلى رمضان، بمجرد دخولك شهر رمضان وأنت مقبل على الله جل وعلا فإن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الجمعة إلى الجمعة يجعل الله فيها مغفرة. الصلاة إلى الصلاة، صليت المغرب وتنتظر صلاة العشاء، صليت العشاء وتنتظر صلاة الفجر، من صلاة إلى صلاة يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة وبينها لنا في كل حياتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا، أي كما أنا أتوضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. تتوضأ وضوء صحيح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وتصلي بعد هذا الوضوء ركعتين لا تحدث بهما نفسك، وإنما تحدث الله جل وعلا الذي تقف بين يديه، تحدث الله جل وعلا الذي تلتجئ إليه، تحدث الله جل وعلا الذي تتكلم بكلامه سبحانه وتعالى وتتلو القرآن الكريم، حين ذاك يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهنيئا لمن يصلي صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام وركع معه فإذا قام الإمام وقال: سمع الله لمن حمده، فقال: ربنا لك الحمد، ووافق تحميده تحميد الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. موطن واحد يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه. وحديث كثيرة تدل على أن الله جل وعلا غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه. أعمال بسيطة، أعمال يسيرة، كم منا قد حرم هذه الأعمال؟ تسبيح بعد الصلاة، سبحان الله وبحمده 100 مرة في كل يوم، لربما ما تأخذ منا دقيقتين أو 3 دقائق. كم منا حرم من هذا الخير العظيم؟ هذا شهر الخير، شهر البركة، نعود أنفسنا على هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وخطايانا. وإلى لقاء آخر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.